وزير القوى العاملة دكتور جمال سرور النهاردة افتتح معرض لتسويق منتجات 31 عارض بالقطاع العام وأصحاب المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وعدد من الجمعيات الأهلية بمناسبة عيد الأم. دعما لأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المعيلة وكذلك عدد من شركات القطاع العام، نظمت وزارة القوى العاملة بمقرها معرضا يضم منتجاتهم بغرض الترويج لها وتعريف جمهور المستهلكين بهم. احنا النهاردة سعداء جدا باللي شفناه من المنتجات اللي عرضوها. هذه المنتجات يعني تعادل المنتجات المثيلة لها اللي بتطلع من المصانع الكبيرة، وطبعا بيبيعوها باسعار زهيده جدا. احنا شفنا يعني يا دوبك سعر التكلفه مع هامش بسيط جدا من الربح. احنا بنشجعهم وان شاء الله نحاول نساعدهم في ان هم يبقى ليهم معارض في اماكن مختلفه عشان يقدروا يسوقوا منتجاتهم. المشاركون في المعرض ابدوا اهتماما وسعاده بالغه بتنظيم مثل هذا المعرض، آملين أن تحمل الوزارة على عاتقها تنظيمه بشكل دوري ومستمر. الحاجة اللي أنا ببيعها بتبقى مكسبها ليا أنا، لأن هنا ما بحطش أرضية وما بحطش إيجار. بره المعارض بيبقى بنتعب جدا في 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 الفلوس اللي بنحطها في أرضية المعارض، والواحد هو بيبيع الحاجة بيكسب كام عشان خاطر يحط ب 300 جنيه كل يوم. أي حاجة في معرض هنا اسكان هنا او الصندوق الاجتماعي او في اي مكان او في القوى العامله او ارض المعارض بتعود طبعا علينا بعائد. بنبيع بضاعه وبنجيب قماش وبنصنع وبنشغل عماله، ده حاجه ممتازه طبعا. احنا كنا واخدين قرض من الصندوق، وكنا في تبع جمعيه في معرض السنه اللي فاتت تبع الاسره المنتجه اللي احنا عاملين المنتجات دي بايدينا، يعني ننزل نشتري قماش ونصنعه كده. هم الصراحه بعتوا لنا جواب بدون اي مقابل، يعني هو ميزه برضو اللي احنا مش دافعين اي فلوس يعني اي رسوم. الوزاره بدورها اكدت على اهتمامها بتنظيم المعرض دعما منها للقوى العامله في مصر في القطاع العام والشركات الخاصة الصغيرة ولتشجيع كل صاحب مهنة يدوية أو عمل خاص. محمد الريس، الحياة اليوم.